للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أهلا بحضرتك وتحياتي. يعني هل نتحدث عن نفس غالبا عن نفس منفذي أو مرتبطين بالحادث الإرهابي الذي وقع في الكيلو 135؟ لا يعني أول مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. عايز أقول حاجة، أنا عندنا دلوقتي طريق اللي هو بتاع الواحات البحرية اللي واصل للوادي، الطريق ده بيطلع من اللي هو مدينة الإنتاج الإعلامي في اتجاه الواحات البحرية على حوالي 400 كيلو، وبعدين بينزل على الفرافرة على الوادي الجديد اللي هو محافظة الدخلة لحد حدودنا مع السودان. الطريق ده بيقسم المسافة بين حدودنا مع ليبيا وبين نهر النيل تقريبا بيقسمها. فأي عمليات إرهابية هنا هنجد الإرهابيين دول قدامهم حاجة من اتنين، يا إما هيرجعوا على ليبيا والمسيرة تاخد مع عربيات الدفع الرباعة دي ليلة لو العملية فاضية ومفيش حد بيطاردهم ومفيش عليهم كماين، أو يعني تسربوا إلى القرى والنجوع اللي هي في محافظات الصعيد. اللي حصل إن دلوقتي في الحمد لله الحدود محكمة إحكام تام، يعني كل خط حرس الحدود قواتنا الجوية القوات كلها عاملة إحكام تام على الحدود مع ليبيا، وبالتالي أي عناصر هتلاقي الملاذ اللي بيهربوا منه يروحوا على أي نجعة أو أي قرية من قرى الصعيد لاختفاء لأي مشاكل لوجستية لأي حاجة من دي. فالحمد لله في عملية مسح كاملة لكل هذه الصحراء لكل المناطق سواء كان قوات جوية أو بأي عناصر برية، من يعني مش عايز أقول بقى كل حاجة بتشتغل. فإن شاء الله رب العالمين دول وإن شاء الله وراهم سيتساقطوا جميعا واحد واحد، لأن المنطقة بالكامل يعني تحت سيطرة قواتنا، وبإذن الله يعني العملية بالنسبة لهم سواء هم دول اللي اشتركوا في عملية الواحات أو دول يتبعوهم، لكن كلهم إرهابيين كلهم لهم هدف واحد هو إسقاط مصر. وإن شاء الله مصر لن تسقط، مصر ستعيش ومرفوعة الرأس، وكل هؤلاء الإرهابيين سيسقطوا أو يتساقطوا واحد وراء الآخر بإذن الله تعالى إن شاء الله. لكن سيادة اللواء يعني أعتقد أنهم لا يستطيعون التنقل بحرية على الطريق الواحات في لوجود الكمائن، فهل معنى ذلك أنهم يتحركون داخل الصحراء؟ ربما يقيم بعضهم في بعض الأماكن داخل الصحراء، بعض الجبال، بعض الوديان. ما هي ده حقيقي. ما هو الطريق مش معنى ان هم اتمسكوا على الطريق، لا ان مفيش نظام بقى اقف سلم نفسك والكلام ده. هم في في منطقه الكيلو 175 في الصحراء يمين شمال، في هذه المنطقه ممكن 10 كيلو في الاتجاهات دي، يعني هم في المنطقه دي اتمسكوا او تم التعامل معاهم. يعني ممكن في اوقات هم معاهم عربيات طبعا اكيد دفع رباعي او بيتحركوا باي وسيله اخرى داخل هذه الصحراء، لكن عايز نقول ان المنطقه مش شرط يكون ان هم على الطريق الاسفلت، لا في كل المنطقه المحيطه بعلامه الكيلو ده. يعني طبيعي هذا مفهوم، لكن الدعم اللوجستي خاصه انهم يعني لديهم اسلحه بشكل او باخر وتمويل بطبيعه الحال وغيره، هل تعتقد سعادتك انه اتوا من الحدود الغربيه عن طريق ليبيا؟ ممكن ده وارد، ووارد ان بتوع حسم دول هذه الخلايا عايشه في بعض القرى او النجوع اللي هي في الظهير الصحراوي للمحافظات الصعيد زي ما احنا شايفين من بني سويف للمنيا لاسيوط للاماكن دي، بيهربوا فيها بيختبئوا بيجندوا اي عناصر من هناك. يعني مش شرط ان يكون كلهم جايين من ليبيا او بعضهم، ممكن يكون العناصر ده هيبان طبعا القوات بتتحقق منه دلوقتي او الاجراءات اللي بتتم تعرف بالظبط كل واحد ده جاي منين. فطبيعي ان في الدعم اللوجستي موجود، التمويل الخارجي اللي بيجي، والا الناس ده هتجيب العربيات دي منين وتنفق منين وتجيب الاسلحه دي منين. واضح ان الايد القطريه طبعا بالانفاق بتاعها والتمويل على هؤلاء الارهابيين هو ده اللي بيمد امد الارهابيين. وهنا انا عايز اوجه نداء لكل ابنائنا اللي هم في الاماكن دي بقى، الناس اللي عايشه في النجوع والقرى بتاع الصعيد ده، المفروض ان هم دلوقتي اي معلومات عندهم يبلغوها باي طريقه،
لان لازم يفهموا ان الارهاب هدفه هدم مصر، مش انه يضرب شرطة او جيش، لا ده الشرطة والجيش بيتلقوا هذه الرصاصات نيابة عن باقي الشعب، انما هم هدفهم الشعب ومش هيسكتوا عن الشعب. فاحنا بنوجه لهم نداء كلهم عشان حقنا ان دماء ابنائنا والاجتساس جذور هؤلاء الارهابيين، اي معلومة يشكوا فيها مش هيجرى حاجة لو بلغها، حتى لو ما طلعتش حقيقية، بس يبقى كتر خيره قام بعمل ايجابي لو هو شك في اي حد. طب اي مواطن يتوجه لفين يا سيادة اللواء؟ يعني افرض انه حد عنده في مكان ما معلومة او اشتباه، بلاش معلومة، يعني نوع من الملاحظة زي ما حضرتك بتقول قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة او قد تؤدي الى شيء اهم، قد تكون معلومة مش مهمة ولا كبيرة، يتصل بمين؟ الناس برضو ممكن بتقلق يعني بتخاف شوية، اي جهة امنية قريبة منه اذا قدر يوصلها بالتليفون ده، هو لو ليه صديق يثق فيه يبلغه، والصديق هيبلغ صديق اخر. اعتقد في الشرطة كانت عم حاطة نمر، اتمنى لو يحطوها مرة اخرى زي ما كانت موجودة للإبلاغ عن أي عناصر إرهابية. ياريت الوقت النداء لكل أجهزة الشرطة أو للعلاقات العامة يحطوا تاني التليفونات دي للناس كلها، بحيث اللي يشك في أي أو في إرهابي أو يشوف حاجة يبلغ، لأن دي ده المعلومة دي هي نص القرار، ومش هنضغط على الناس دي لأن ما عندناش معسكر إرهابيين، ما عندنا إرهابيين عايشين في وسطينا. فإذا ما كانش الاهالي والشعب هيتعاون مع الاجهزه الامنيه، الناس دي امدها هيطول، عمرها هيطول، هنتعرض لخسائر كتير. فانا يا ريت لو اجهزه الامن او العلاقات العامه في الشرطه تظهر كل، واعتقد ابنائي عندكم في التلفزيون لازم في القناه لو الارقام دي عندكم اظهروها على الشاشه. تمام، يعني اكيد هذا دور من أدوار الإعلام، وبطبيعة الحال المواجهة ليست أمنية فقط أو ليست على مستوى الأجهزة الأمنية فقط، لكن على المستوى الشعبي الجماهيري الوطني، على كل من يعيش على أرض هذا الوطن نوع من الدور حتى وإن كان دورا صغيرا للغاية. شكرا جزيلا للواء ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.